رسول اشنو جاي الواد يدير هاد النهار؟ بعدا السلام عليكم. السلام ورحمه الله وديك على خير وبخير. لاباس كي دايره امور؟ شكون النهار فرحانه الواد بزاف راه ولدي ما قاداني فرحه هاد النهار، راه ربي شاهدوا هاد النهار ديال الجمعه ياك بعدا والله العظيم. اليوم ولدي حنا جينا درنا شي قصعديه والطعام ورحنا تبعنا حسن هنا مساكرهم هنا بالجامع اييه وراهم تيزرعوا داك الزيتون وداك الشجر. سلام ومساك شوف ان شاء الله كل شيء الوالده غادي. داكشي اللي قلت لحسن، قلت له يا ولدي داك الطعام اليوم طيبناه واليوم غادي ناكلوه ان شاء الله بالجامع. ديك النهار كنا جبنا 40 شجره وزدنا عاوتاني مورا البارح ما مشينا عاوتاني جبنا شي 20 شجره اخرى عاوتاني هما تيزرعوهم الدراري تبارك الله وكملوهم واليوم ان شاء الله غادي نشوفوهم وتشوفوا يا بنياتي الخير والربح ان شاء الله. دابا هاد النهار درتي الطعام الوالده وتبعتيه؟ والله ولدي درت الطعام واش انت تبعتيه ولا غير عراسات ولا الموحمه ولا شنو؟ كاملين كاملين تبعنا والله يخلي وليداتي وبنياتي ديما فرحانين. بسم الله الوالده يلا بسم الله يلا تيتيش رشيده بسم الله بسم الله. اشوف الوالده هذاك الصاع ديال الطعام ديال عراساتك ام حليمه طعام الله والدراري هزوهم اولدي. بسم الله شوفوا هذاك الطعام شكون صايب الطعام بعدا شكون دار يدو هنا الوالده؟ والله رشيد اولدي وما نكذبوش على ربي رشيد هو المهم كاع تعاوننا انا بعدا راني عدلت الخضره بالاصل غادي لا سفيان عيط رشيد اجي خوزنا اولدي عيط رشيد امي راه ما غاتعرفيش يا والله قلت لها بنتي انا عدلت ما بغا يجي ايوا ولدي الله يجعل سيدي ربي وزيد بين وحسن. السلام خويا عبد الاله بخير. السلام عليكم. لاباس عليك. شكون خويا عبد الاله راه مكرفص هذا النهار هذا؟ اخويا ساهمنا في الجامعة الله يعطيك الصحة ودي اخويا. شنو زاد النهار هذا؟ انت اللي حفرتي ساهمنا في يدنا. انت اللي درتي الشجرة عبد الاله؟ انا اللي زرعت اخويا. وانت اللي جيتي؟ انا اللي جيت. الله يعطيك الخير ودي اخويا عبد الاله. كلشي في سبيل الله. هذا ما كان اخويا عبد الاله. وغادي ندخلوا في عليهم الجامع هادو مساكين اللي داروا البيار وداروا الجوامع وفرشوا الجوامع ما خلوا ما داروا الله يعطيهم الرضا والله يجعل ربي ينورهم الله يجعل ربي يخليهم ديما الفوق الفوق. امين الرويدة الله يبعد عليكم البلايا وليداتي. امين الرويدة امين الرويدة. هو حتى هو جاي اكتشف حتى هو الشجر ولا جاي ياكل؟ يلا بوين ودي. السلام عليكم وليداتي يا بنياتي كي درتو شويه لاباس عليكم هانيين على خير وبخير. واش غنقول لكم كيما نورتوا الدنيا من وليداتي الله يعطي سيدي ربي ينورها عليكم في الجنه. ان شاء الله يا رب. نورتوا هذا الجامع وهذا تبارك الله بان هذا الشيء هذا الله يعطي سيدي ربي يسهل عليكم. امين الله يرحم ويشافي لكم اللي عزيز عليكم. امين امين عليكم. امين الله يرحم لك والديكم. امين واللي مازال حي الله يخ سيدي ربي يخليهم ليكم. امين الوالد امين. هذا الشيء غنقول لكم. امين. دابا غادي ندخلوا الوالد غادي نكتشفوا ان شاء الله الجامع كامل ونشوفوا شنو كيفاش ولا الجامع من بعد. تبارك الله تبارك الله منور تبارك الله الحمد لله. ايوا اللهم لك الحمد والله يرضى يعني والله الا داك الشيء باش قلت لهم اليوم نمشيو للجامع تما ناكلوا الطعام ان شاء الله. ان شاء الله ما جيتش والله الا فرحت ملي جيت. اللهم لك الحمد يا ولدي شوف تبارك الله هذو الشجرات الشجرات في الدخله ان شاء الله من بعد ما يتسخاو يكونوا زوونين وغادا خلاص ساليه الزيتون اللهم لك الحمد. خلاص سقيوها تمايا شوفوا شوف البلاصه رشيده وسقيو فيها. شوف الوالده معايا وحيلا حطوها تما بعدا رشيده حطوها شوف بعدا ندير بكم شي دوره ندير بكم شي دوره عاد غادي نجي ناكل ان شاء الله الطعام. حسن لاباس عليك كي داير امورك حسن؟ صحة على خير وبخير. امركم اخويا حسن. السلام عليكم خوتنا المشاهدين كي دايرين بخير على خير؟ اجي معنا حسن اجي معنا دابا اخويا دابا ما يبيعش هكا دابا هنا ست ايام. الله يشوف رشيده تحيه للجميع تحيه للجاليه المغربيه اجي الوالد خوتنا المغاربه فيما كانوا منطقه القويرة وعاش الملك ديالنا وحنا قدوه اخويا الحسن الملك ديالنا نصره الله وزاد في عمره كما الشيخ خويا الحسن. هذو هما الدروج اللي كنا صوبنا لفقي اللي كانوا هنايا ما مقادينش هذو الدريجات حنا قادينهم اللهم لك الحمد وهي نسيب. وبالنسبه لحسن الشجيرات هما هادو دابا بقى لي عاد الجامع ولا تيبان ما عندناش احسن شويه ديال التوفنه نديرو توفنه نتعاونوا ان شاء الله كما نديرو توفنه داكشي اللي كاين حسن الجامع نكملوها واخا نكملوها من عندنا احنا ما عندناش المشكل داكشي اللي كاين الدب حسن الجامع يكون هو هذا ما شاء الله حسن درنا الفقيه ما شاء الله ما شاء الله حسن اجيب الدوره من هنا حسن درنا الزيتون درنا الداليه زيد الوالد شويه الجامع كيولا الحمد لله زيد الداليه الله يعطيك الصحه الداليه مازال ما زرعتيهاش حسن هذه عاد نزرعوها الفقيه اللي عارفين غيديرها ما شاء الله ينور وليداتي بغيت ينورهم ما شاء الله حسن ما شاء الله المهم هادشي غيكون مازال مازال لا درنا توفنا عاد غيبان الجامع ما شاء الله ما شاء الله الكرموس يولي الزيتون يولي كلشي تبارك الله هادشي ما شاء الله هذا الحامض
ما شاء الله حسن الشيخ زاد تبارك الله. هذيك قرقعه قرقعه هذا الحمد لله كوا داير الحال. وعرفتي احنا راه من الصدقات الجاريه ياك سي فقيه. نعم. راه من الصدقات الجاريه. وتعالى يعطيكم من كنتمناو عن ما وما نقول لكم دعوات الخير ان شاء الله في الثانيه. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. اجي ولا شي شي. اجي ام مجاش اجي ام وحلي ما تشوفش راسك ولا هنايا. هذا هو اللي شفتو في الجامع كي ولا هنايا. نور وليداتي. امين ام مجاش. عرفتي الوالد دابا راه ديجا كلا شي حبه ديال الزيتون. تيقول لك الله يرحم الغراس. اللي غرس اللي غرس. اجرتي وصلت. مولاه داكشي اللي كاين اولدي. الوالده شجرتي ولا شبعتي لا تسرت بنا ديال الشجره الوالده شي الحامض حاولنا واخا قربناه شويه ولكن غادي يولد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وتحيه كاع لخوتنا اللي كيوقفوا معنا وخوتنا اللي كيضلوا معنا وحنا واخا هادشي اللي تنديروا احسن حنا راه مازال مقصرين في حق اخويا حسن الله يخدم الله يعطيه الصحه. اسي وزيد السلام عليكم اسيدي. اسيدي تنقول لكم تنشكركم على هادشي اللي درتونا في هاد الجامعه تبارك الله. ها الشجر تبارك الله. البيكي تبارك الله وما خص حتى شي خير تبارك الله. الماء موجود ما موجود اسيدي تبارك الله. الماء موجود ما خص حتى شي خير مشى داكشي اللي تبارك الله ولا الجامع تبارك الله منور. قال لي والله ينور المحسنين ونور سي حسن اللي خدم هادشي. قال لي وزين الصباح قال لي والله ما كنت ناويين الماء يدخلني. والله اسيدي الا شحال من عام هادي ما ناويش الماء يجي عندي للدار. قال لي الصباح باش يجي الروبيني نديرو بوسط الدار وتجيو الناس وتيسقيو وتعمرو توارو. نقطعك وجلات الناس كلهم اللي حدا دخلوا الماء للديور كاملين تبارك الله. دخلوا الربونيات للديور كاملين. مشات السي حسن تبارك الله والمحسنين. السي حسن عاوننا رجع سيدي ربي يعاونو. الله يرحمه راه خدم معنا رجع سيدي ربي يعاونو. دابا تنطلبوا ان شاء الله غير هاد الجامع شويه الصباغه تبارك الله تكون ان شاء الله. هادشي اللي خاص تبارك الله وما كلشي مريقل. اللهم لك الحمد. هاد الشجر تبارك الله ان شاء الله. ها كلشي يكون خير كاين موجود. اللهم لك اكثر خير كان سي حسن. الله يرحم والديك وزين. الله يرحم والديك واكثر خير الناس اللي تيوقفوا معنا. او توفنا. توفنا سي حسن. ذاك الكياس الكياس. ذاك الكياس حيت دابا هاد الطريق اللي جا للجامع راه ما تقدرش باش تدوز عند جوج. في لقيت هاد الغيس. وقيت هاد الغيس قدام الجامع هنا وهاد الطريق اللي خارجه. راه ما تخلاش. تنطلبوا منكم السي حسن ان شاء الله. الله يجعل سيدي ربي يعاونك الا ما كملنا هذا الشيء ان شاء الله. وعلى فكره الحسن هاد البيبان سديناهم. ما شاء الله. البيبان تبارك الله مريقلين. ما شاء الله. الحسن ما كاين دابا لا الشتاء والو خا الشتاء غادي تضرب وتطيح علينا. ترجعت تبارك الله. ما شاء الله. وخاصنا دابا البيبان. ما كرهناش ندير واحد الباب هنا للعيالات. واحد الباب هنا خلينا للعيالات هذا الباب هذا. الله يرحم والدي. وهذاك خليناه. الله يزاد خلينا للرجال. حسن. وهاد الجهه الاخرى حسن انتهي. وهاد الجهه الاخرى ان شاء الله. ما شاء الله. الله يرحم والدي. ما شاء الله. هذا الشيء تبارك الله خدمتوا به المجهود. الله يبارك الله يبارك فيك. راه غير هاد لا اللي غاد الصباغه الصباغه لنا ان شاء الله. ان شاء الله الصباغه ان شاء الله. هاد البليصه اللي كنت احسن. شوف صافي صاب لينا ان شاء الله يقدروا بخير كي جاي تبارك الله. الله يعطيك الصحه والدعم. الصبر ديالهم. برافو عليك. اجاسا وهذاك الشيء مع غير العروبيه ما نخلي صباطو على برا. سي حسن معنا الله يبارك كثر خير. وشكل ما خويا سعيد وخويا رشيد راهم حتى هما الناس ديال السكينه. هما سي رشيد راه معروف والسي سعيد هو ولد البلاد راه معروف. السلام عليكم ولاد البلاد. هاني بخير. لاباس عليكم. مزيان. كيداير عمركم؟ مزيان. لاباس عليكم. الله يرحم الوالدين. هانيين. الطبيعه على صوب الله يجازيكم بخير. اش بالك في هذا التغيير اللي وقع في الجامعه ودا خو سعيد؟ تبارك الله كملات. وماط عليه ربي اللي غيخلصكم. الله يحفظك ربي ينورك. الله يجازيكم بخير. يسهل عليكم. امين. احسن دابا غير شويه الطريقه ديال التغيير. تغيير شويه الطريق هذاك. تجيو يصليو. تجيو 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 امين اخو سعيد امين. الله يرحمك. والله ربي اللي يعفى على هذا الجامع بغينا يعفو علينا حتى حنا. امين. تبارك الله هالشجر وهالخيرات هالدروج وكل شيء تصوت تبارك الله هالكرياج هالبيكي الله يكثر خيره وهالما وصل عندنا تبارك الله تما. الجامع احسن. كما قال السي وزين كان الكلاب حاشاكم والقوانين. تيجيو هنا يدخلوا. الشباب كل ما كيف يدخلوا هنا. دابا طوق الجامع ان شاء الله نضربوا. وسي حسن وسي حسن وشكون اللي قال باش غادي يوصل ما عنده الزين؟ وشكون اللي قالوا راه نكذب؟ تبارك الله الروبينيات دخلوا للديور زايانا على الجيران. وحمدنا الله وشكرنا. ورا واحد الكرامه هنا ما كايناش كاع تبارك الله. والما تبارك الله. دابا خاصكم واحد الباب ديال العيالات تبارك الله. اي خاص واحد الباب ديال الله يرحم والديك. الله يزيدك والصباغه. شوف على الطريق الوليد. صاد الجامع واحد شويه ديال الصباغه. الله يرحمك. وتشوف على الطريق. هذاك الشيء الله يرحم والديك. الله يصوبوا هادشي الله يعافي ربي. يا رجع ربي يعاونكم. رجع ربي يعاونكم. غادي احنا دابا نشوفوا بعدا العرايصه تيحطوا ديال ام وحليمه. تيوجدوا. رشيده تيسيش. هانيين. تيوجدوا. امين امين.
امين اكثر سالك شيء بارك الله فيك. شنو دابا غادي يحطوا معاه الزين والوكاله؟ لا 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 الخير موجود. ولا انا والعيالات ما ياكلوا داك الشيء اللي كاين. والله العظيم اليوم راجل بالسامع. ايوا شي دور بقينا كلنا بركه على الحجم كفانا حنا غنحجموا بركه علينا سيروا كلوا. وحسن غادي نمشيو ان شاء الله دابا للضرب تبقى مع ام وحليمه وتيتيش ورشيده ونشوفوا ان شاء الله كل ما واجد تما يخليكم معنا. اخويا حسن ندخلوا ان شاء الله للدار الفقيه شفتي هي فين وصلنا في الاشغال ديالنا خلاص من بعد ما كنا الحمد لله مع الجماعه الوالده وشاركنا داك الشيء اللي قسم الله دابا غادي ندخلوا ونشوفوا ان شاء الله كل ما هو جديد في الدار ديال الفقيه وشوفوا الحوايج اللي بدل السي حسن الحمد لله واكيد بالناس ديالو ما كرهناش اخويا حسن نديرو تشوفنا هنا علاش بغينا نديرو تشوفنا باش ما نطيحش حتى ان شاء الله رب العالمين أيه. ما يكونش داك الوحل داك الغيس الشيء اللي كاين الوحل ما تعرفش يكون ودي الغيس هنا تتلصق ماكناش حنا كنديرو الكازو ولكن حنا نمشيو على قد المستطاع ديالنا نتمنى ونكملوا هاد الصوره انت الشيء احسن باش نكمل هاد الصوره ما شاء الله والله الا ودي هاد الشيء جا غزال ياك الوالده هاد الشيء هذا عمي لا تبدل عليا بزاف رشيده تيتي شحال هاد الشيء هذا بلاصه بقينا هاد البلاصه كامل بقينا هاد الشيء كلشي كرطوه وطلعتوه للحيط كرطنا هاد الدنيا الوالده بسم الله بسم الله قدام الربح ان شاء الله ان شاء الله الخير والرزق ان شاء الله شنو بدا الدشو درنا له بعدا فيه هناك جاب دوز هاش الوالده والله يا ربي والله لازم داكشي والله لازم خير صافي دابا الصحة غادي نحصص غادي نديرو من الباب ديال الألومنيوم اه باش يتسد ليه هذا هنا غادي يكون واحد الباب اللي خصك تدير من هنا يجيب هاد الجهة حسن اه ثم هو هذا ليش انا هذه الكوزينة شوف المدى بعد الصالون كي داير والله الا سكنا هنا من ذاك الشيء تبارك الله العظيم ايوا فهم عليك الحمد لله حطين محسنين والله يزيدهم خير بخير والله يزيدهم رزق والله يشافيهم والله يشعر يعطيهم شي طحن اللي مريض والله يشافيه واللي ما عندوش الله يعطيه من عند الله واللي بغياتهم والله يشعر سيدي ربي يطبق حزامه امين الله يسهل عليهم الجامع والله يرضي عليهم ورعبوا ان شاء الله يدوز علينا هذا المرض ويجيو يدخلوا المريض ديالهم ويجيو يزورونا الله يعطيهم الضوء الله يسهلهم ويخليهم ان شاء الله يا ربي. كيفاش كان رشيد التغييرات؟ راه الانسان ما يبقاش فيه الحال العكس راه مفخره للناس اللي كيديروا بحال هاد الصدقات بيوت الله الاباء هادو هما اللي يستاهلوا الصدقات بكل صراحه. واكيد رشيد تيتيش تيتيش ماشي جيت فرحان من فرحان شفنا هذا كمل الحمد لله والله يخلف على دوك الناس اللي كيساهموا في هذه المساهمات هذه كما قالت السي رشيده الابار والجامع يعني المساجد بحال هذا الشيء راه كاين فيه واحد الاجر راه ما عندوش واكيد هاد النهار تيتيش ما بغاش يجيو غير انا وحسن هما ضروري يجيبوهم على تيتيش رشيده والله الا خويا الوالده والشعينه وصراحه حتى حنا كنا غير في داركم عارفين لينا ما ودي لا تبغي جناح ما ودي لا بوجناح ما ودي ما طعيم ما لا يعنى برا أخويا في الأخير أخويا حسن ما إلا راه ديو غير هاد الشرطي كان فوق فوق جوتا ديالنا ما فين هذا رشيدة أخويا كفن السيد كيف 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 كيف
اللي تقريبا 10 ديال الفنادق في الجزائر. بالنسبه للبيبان ندخل في الجزائر، بالنسبه للبيبان هما عندنا صوتنا دار حرام الحسن، هذا الشيء بنا نسيب سيبا نبقي في هذا البيت وكوزينه، هذا هو الشيء اللي عندنا وصلنا له، الشيء بقى من بعد ان شاء الله تيجي الله تيسير. واخا بين السيما جاو زوين، اجاو جاو بالكوزينة، تبارك الله جاو بزاف. انا ان شاء الله خير اخويا، موجود احسن في الملعب موجود. اه هذا البلاء ديال رشيده في الدار. اشوف نخرجوا برا خير نكملوا الفيديو ديالنا باش نتواجدوا مع الناس ونتعامل مع خويا عبد الرحمن. وشي امانه كنصيفطها اختي واش واحد السيده مسكينه البد صيفطت شي بار اللي صيفطت الناموسيه لدريس، الناموسيه لبدريس صيفطت واحد 50000 فرانك لب هذيك شدت اول خلصه رشيده صيفطت لبدريس البلاصه خير. واحد السيده مسكينه حتى هي راه كنصيفطت شحال هذه وما بيناش، واحد المسكينه الاخت فاتحه حتى هي راه ما بيناهاش وقضينا له الغراض قبل مسكين ما يديو ذوك الناس، ولكن خلصنا له الكرا وسمح في الكرا وداو دوك الناس على اساس خافوا منه لا يموت مسكين. لا با ادريس اييه وخلصنا له الكرا وخلصنا له شي كريديات، المهم داكشي كاع فضينا معاه. عطي امانه الباء هذه حتى هي مسكينه وهضرات معايا ونهضرت مع راه عارفه راس الاخت فاتحه، وتحيه كاع للناس اللي ساهموا لي سدوا معنا دوك التقابي ديال الجامع دوك البيبان اخت من امريكان راه عارفه راسها سويه، وتحيه كاع الناس اللي عاونونا في الخفاء اللي ما باينينش ما تبغوناش نذكروهم بزاف الناس الحسنيه. آه واحد الاغلبيه ساحقه الناس الله يجازيك بخير ما تذكرش الاسم ديالي، ولكن راهما متبعيننا عارفين اش نديروا، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم داك الاجر يعم الوالدين ويعم يعم الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. يعطيك البركه. الامانه الاخت اللي من هولندا اللي درتي ناموس هذه 50000 فرانك 10000 ريال توصل لسي عبد الرحمن. آه هذه ديال خويا عبد الرحمن بعدا اخويا عبد الرحمن الامانه الله يرحم والديك ليها وليداتها والجميع. اخويا عبد الرحمن شوف اخويا عبد الرحمن دعي مع اللي عاوننا واللي ما عاوناش، حنا ما عندنا غرض، حنا المهم هو اننا هادشي تنديروه يكون شي رضا السلم والسلام ويكون شي رضي الله سبحانه وتعالى. خويا الحسن غنذكر واحد الحاج اللي كان صيفط واحد الامانه للبير وللجامع من طرف سي حمادي، انا كنعتذر قلت سميتك باش يتعرف السيد يعرف باللي راه جات من طرف كنصيفطنا واحد 50000 في الجامع صيفطنا 50000 في البير الثاني وصلات وكنشكروك وكنعرفوك انت راه ما تواصلتيش معنا تواصل معنا سي حمادي كنشكروك جزيل الشكر والله يجعل سيدي يربي. واحد القضيه اخرى نضيفها اخويا الحسن نضيفها تما القناه ديالنا راه كبرات بهم هما، هاد القناه تعرفت بهم وتا حنا بغينا هاد الخير اللي تنديروا هاد يعني بهم نزيدوا ان شاء الله نزيدوا حنا نعطيو من عندنا خير حسن وراه حتى نعطيو من عندنا ما خصناش نقولوا الهضره، ولكن ما تيهمش الامر ما تيهمش داك شوف كاع الحاجه تمشي في الخير اخي حسن ما تبقاش فيك ولا تيكونوا بعض الهضرات وبعد كذا داكشي على العموم ما تيهمناش حنا. أيوة. حنا تيهمنا نديروا الخير راه دابا واخا دير الخير يهضروا دير الشر يهضروا اللهم دير الخير وخليهم يهضروا ما يهمكش الانسان تنعرفوا عنده شخصيه قويه وقوه عارف الايمان ديالو بينه وبين الله واخا يهضر اي واحد ما تزعزعش ما تحرك شوف انت بينك وبين الله خلي بغى يقول يقول شغلو هذاك انت خدم دير الخير وخليهم يهضروا الله يهدي هذا الشيء اللي تنتمناو للجميع ونتمنى نكونوا تنعجبوكم. وخويا عبد الرحمن عطينا شي دعوه حتى هو راه واحد الانسان طيب صحيح سي الكسي حسن حتى هو دا واحد الجمهور حبوه الناس بغاوه بهذه الطيبوبه ديالو بهذه الاخلاق ديالو ما شاء الله الله يعمرها دار له ولا ولا وليداته ولا كل شيء لا مولات الدار لا كلهم ناس طيبين الله يعمر غير الصحه حسن يا سيدي الكسي حسن والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين. ايها الاخوان والاخوات المتتبعين والمتتبعات والاخوه المحسنين والمحسنات مع هذا المنبر كنخاطبكم وكنقول وكنأيدكم وكنقول بانه هذا هو الاسلام يعني حق الاسلام هذا هو الاسلام اللي وصى عليه الله والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الانسان يعاون اخوه المسلم ويعاون المساجد ويعاون يعني في حفر الابار المياه كذا الاغراس وهانتم تشوفوا ان شاء الله ها الغرس ها كل شيء المسجد يعني في احسن الماء السكنه ديال الامام يعني نطلب الله سبحانه وتعالى هاد المحسنين والمحسنات وبالفضل ديال السي حسن ومحلمه وبالحجوي والعرايسه ديالها والوليدات ديالها جميعا والمحسنين والمحسنات والمتتبعين والمتتبعات كنطلب الله سبحانه وتعالى اللي كيطلب مننا الدعاء
كنطلب الله سبحانه وتعالى حنا ندعيو وربي يستجب الدعاء. كندعيو مع جميع المسلمين والمسلمات داخل الوطن وخارج الوطن، واللي يطلب مننا الدعاء واللي ما طلبش مننا، حنا كندعيو مع الجميع. اللهم يا ربي اغفر لهم، اللهم يا ربي اعطيهم ما كيتمناو عند الله، اللهم يا ربي كثر عليهم الحسنات، اللهم يا ربي وفقهم الى الخير واعينهم عليه، اللهم يا ربي حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا ربي زيد في المدد ديالهم، اللهم يا ربي طول في العمر ديالهم، اللهم يا ربي كون منهم خيرا، اللهم يا ربي بعد منهم شرا، اللهم يا ربي اهديهم الى طريق الخير، اللهم يا ربي اهديهم الى طريق الخير، اللهم يا ربي اصلح الدريه ديالهم ظاهرا وباطنا كبيرا وصغيرا ذكرانا واناثا، الله يغطيهم برضا الله ورضا الوالدين، الله يعطيهم ستر الدنيا وستر الاخره. وهاد الاخوان والاخوات اللي كيطلبوا منينا الدعاء ديال يعني الشفاء، واللي مريض واللي صحيح كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يزيدوا صحه في صحه، واللي مريض الله يشافيه ويعافيه ويسمعنا بالراحه ديالو، والله يعطيه شي صحه جيده. وداك داك الوليات كيطلبوا منينا الدعاء الله يشافيهم ويعافيهم ويسمعنا بالراحه ديالهم، الله يعطيهم شي صحه جيده. اللهم يا ربي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك يا ربي. شافيهم بالقران العظيم، اللهم يا ربي شافيهم بالقران العظيم، اللهم يا ربي شافيهم بالقران العظيم، اللهم يا ربي اعطيهم شي صحه جيده. والوليدات ديالهم الله يعطيهم ما كيتمنوا عند الله، والله يصلح الذريه ديالهم، الله يصلح الذريه ديالهم، الله يعطيهم العقل ديال التمييز. اللهم يا ربي اعطيهم شي عقل صافي. اللهم يا ربي كن معاهم، اللهم يا ربي كون منهم خيرا وبعد منهم شرا. وهاد المحسنين جميعا والمحسنات داخل الوطن وخارج الوطن اللي كيساهم في الخير، الله يزيدوا في خير في خير، الله يقوي عليه الحكمة خصصته عندك، الله يخرجهم من الظلمات الى النور، الله يصلح الامور ديالكم، الله يصلح الذريه ديالكم كما كتساهموا مع خوتكم. كنطلب الله سبحانه وتعالى هو اللي يخلصكم، هو اللي يجازيكم على الاعمال ديالكم. والسي حسن والاخوان ديالو والام ديالو والوالد ديالو والنساء ديالهم الله يعطيهم ما كيتمناو عند الله، الله يالف قلوبهم الخير، الله يجعلكم اخوان على صور متقابلين، وما يحلموا بالحج ولا يعطيهم شي يجري ويمشي وكيساهموا بالقليل وبالكثير. كنطلب الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الله يعطيكم ما كيتمناو عند الله، الله ينصر السلطان، الله يهدى الاوطان، الله يطفي نار الفتن، الله يرحمنا بالمرحوم فينا، الله يشفع فينا خيارنا بحق افضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الحمد لله في الشيك كلشي دابا مع المتتبعين شاركنا معاهم كلشي الحمد لله. شي جامع كيولا من بعد ما كان الحمد لله، من بعد ما غنقولوش واحد الصوره خايبه، ولكن كانت الكسيبه كتدخل، كانوا القوان عاد يدخلوا. اللهم لك الحمد، دابا كلشي تزرب وكلشي زوين وكلشي تنور، اللهم لك الحمد يا ربي. ان شاء الله يا ربي يصلح الحال. الله موقر وحق الله، ولدي بقى موقر وتبارك الله دوزوا له الزربه، المهم داكشي غزال تبارك الله، والعقبه يجيو المشاهدين ديالي ويشوفوا ان شاء الله كلشي ان شاء الله. كما قلتي الكسيبه انت دابا ما تخرجش الكسيبه، غنصبح ويا دايره هنا ما قدرتش تقول لان ما عندها مين تدوز. هذا هو اللي بغينا حنا، باش ما كان دابا الكسيبه هاد الزيتون كاعنا غادي نزرعو غادي يضيع. دابا هاد الزيتون غادي يضيع. مازال حسن شي عمل خيري اخر ولا غتحبس؟ كانوا الناس طلبوا منا واحد البير، ولكن حتى نوريو للناس المشاهدين ان شاء الله من بعد، ما بغيناش نقويو عليهم من بعد ان شاء الله. واحد الناس طلبونا واحد البير ان شاء الله نحطوا لهم. رايتها ما تقاتش ام سليم، وانا ان شاء الله غادي نوريكم ذاك البير من بعد ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا مولانا الوالده رشيده تيسير كل شيء. بغينا نديروا الكوتا كوت بهذا الشكل هذا. اييه كيتيبان الكوتا كوت. تيبان داك الشيء غزال حسن. نجيبوه داير ان شاء الله. سعد الاله. يلاه الله يهنيكم. السلام عليكم.